شاء الله نهاية المحاضرة أو بنص المحاضرة ممكن نناقش معهم مدخل الصوديوم والبوتاسيوم. إن شاء الله يكونوا حاضرين مو نازمين. وسائل تصوير الشعاع يا جماعة أن الأشعة السينية، جهاز الأشعة الإكس راي تعرفونه، الجهاز الكمبيوتر أو كمبيوترايزد تومغرافي أو سي تي سكان طبق المخوري، التصوير المقطعي بالأصدار البوزيتروني البي إي دي، والتصوير المقطعي ونفس جهاز طبق المخوري المحوسب للانبعاثات الفوتونية المنفردة، جهاز طبقي ولكن يتم حقا مواد مشعة مثل الكاميرا ولكن هذا طبقي. التصوير الأمواج فوق الصوتية الجهاز الإيكو. الماموغرافي هو جهاز يستخدم الأشعة السينية ولكن موجتها طويلة، لذلك ما يخترق الاختراق ضعيف وإذا كدس الأنسجة الرخوة. وفعلنا الرنين المغناطيسي، وفي عندنا تصوير الأوعية الدموية الدي اس اي أو جهاز الحذف الرقمي، وجهاز أشعة بالتنظير، وجهاز القصة القلبية نفسه. الصوت واضح يا شباب؟ إيه واضح. بالنسبة للمقاطع الطبقي، لما نقول مقطع اكزيال أو ترانسفيز، هو المنظر المقطع الطبيعي. أول مقطع على اليمينكم هذا مقطع نسميه أكزيل، يعني كيف لما نقطع الخيارة أو نقطع البطن مقطع عرضاني هذا اسمه مقطع ترانسفيرز. في المقطع الكورونر شلون التاج أو التاجي، شايفين التاج، هذا مقطع طولاني. فلما نأخذ مقطع كأنه نطلع على المريض من الأمام. وفي عندنا المقطع السجيتال أو السهمي، بيقسم المريض بالتناظر إلى قسمين. إذا أخذناه يجي على مشوار المخ، يجي على حاجز الوترة، فكأن لما يقطع الدماغ كأنه ننظر للمريض نظرة من جانب. هذا اسمه، شايفين المقطع السهمي هنا، هذا مقطع سهمي، شايفين الفقرات كيف طالع بالنظر السهمي، السجتن اسمه سهمي. هذا مقطع كورونر للبطن والصدر، شايفين اسمه مقطع، كان قاسمين المريض من فوق لتحت ولكن ننظر للأمام للخلف. طبعا الصورة ما حق نشر ما نظر إلى واضح. التصوير الطبق المحوري كمبيوتد تومغرافي أو كمبيوترايزد تومغرافي يتألف من آلة كبيرة هي المدورة اسمها الجانتري، ملحقة فيها طاولة اللي يضع عليها المريض، ومعها مولد الجهد العالي، وتضاف إليها عدة وحدات، وحدة تبريد حسب الجهاز. الأجهزة في أجهزة تبريدها مثل الأجهزة الألمانية سيمنز، تبريد مائي وذلك يجي معه مثل الشيلر. وفي عندنا الأجهزة اليابانية والأمريكية فتبريدها هوائي، فيجي في وحدة مثل وحدة المكيف هي تبرد التوب. تعرفون الأشعة السينية دائما لما يصطدم الإلكترونات نصعد للمهبط، تصطدم بصفيحة تنجستين وذلك تؤدي إلى تبريد الأشعة السينية. تبريد الأشعة السينية يصدر حرارة، وكل أجهزة تحتاج إلى تبريد. فدائما حتى بالشتاء ممكن أحيانا بجهاز الطبق المحوري إحنا بنشغل التكييف حتى بالشتاء صوره. ودائما الطاولة والجانتري موصولة بجهاز الكونسول أو الكمبيوتر، وحدة التحكم. مثل ما شايفين المريض يتمدد على الطاولة، طاولة الطبقين،
وهي طابعة الطاولة تتحول تتحرك من الأمام للخلف ومن الأعلى للأسفل. إذا تتحول باتجاه أربع اتجاهات من الأمام للخلف، وأثناء التصوير الطاولة تتحرك وتتحرك من الأعلى إلى الأسفل. ميزات الجهاز الطبقي أنه يستخدم الأشعة السينية، ما قلنا هو أشعة إكس، يعني ما بيحدث تراكم ظلال في الأشعة البسيطة، فهو يأخذ صورة مقطعية، يعني أي عضو كان المقطع وذلك ما في أي شيء اسمه تراكم ظلال. طبعا يتطلب هو بالأصل تصوير، يعني الصورة معالجة بالكمبيوتر، كمبيوتر توموغرافي، هو أصلا أول تصوير رقمي نزل معنا. يتمتع بخاصية إعادة تشكيل مقاطع، فينا نصور صور ثلاثية الأبعاد إذا كان تنظير الكولونات الافتراضي أو تنظير القصبات الافتراضي أو حذف الشحم أو حذف العظم أو حذف الرئتين، وفينا ندرس الحال بين. ففي له عدة ميزات خاصة المنتصاي صراحة. فاستخداماته الشائعة طبقي دماغ مخاء شوكي صدر منصف سي تي بطن وحوض، كما يستخدم في دراسة الكسور السرطانات أمراض القلب النزيف الداخلي جلطات الدم تصوير الكولون كما قلنا افتراضي تصوير الجهاز البولي تصوير الأوعية بالمقطع اسمه CTR دراسة الأوعية بالجهاز الطبق المحوري أو أطراف الجسم. شايفين صورة مع الحق المقطعية، شايفين هاي الصورة المقطعية أخذ الكليتين أخذ جسم الفقرة أخذ الكبد جزء من الكلى اليمين جزء من الوريد الكلوي. يعني شو الصورة بسيطة عشان فيها تراكم أعضاء فعال. شايفين هاي الصورة الطبق المحوري فيها توسعات كيسية، صراحة هي توسع قصبي من النوع الكيسي، أي توسع قصبي. شايفين في ريح صدرية طبعا، في عندنا هون ريح صدرية هاي الوريقة. نذكركم بعلامات الريح الصدرية درسناها السنة الماضية، رؤية الوريقة الحشوية هي الوريقة الحشوية، غياب الأجسامات الوعائية هنا، وفرط الوضاحة. شايفين فرط الوضاحة، شايفين مكان التمزق، تمزق الورقة هذا هو. شايفين هون طبقة محوري للدماغ، شايفين في المنطقة ناقصة الكثافة في المستوى القفوي والجدار الأيسر، صراحة تشير إلى احتشاء. نتذكر القاعدة يبيض يسود، شوف من شيء أسود فهو احتشاء حتى يثبت العكس. إجراءات الأمان والاحتياطات، أول شيء مضادات استطباب الآي في بي. معظم يا جماعة معظم صور الطبق المحوري خاصة للصدر أو للبطن والحوض تتم مع الحقن، لأنه بدون حقن الصورة تقريبا تعطينا معلومات فقيرة وما بنحسن نميز صراحة. معظم الصور الدماغ ممكن يطلب روتيني أو الصدر بدون حقن، والبطن فقط نطلبه بدون حقن. حالات الحصيات الكلوية الكثير شائعة لما كنا عندنا توسع وبدنا نشوف الحصى نعمل طبق محوري متعدد الشرائح، نعمل طبق محوري متعدد الشرائح لدراسة الحصيات. فشو هي مضادات الاستصحاب؟ جانا مريض نطلب له طبق محوري مع الحقن. انت مهمتك كطبيب شعاعي او كطبيب عام بتقيم مضادات الاستطباب، قصور القلب احتقاني مضاد الاستطباب نسبي، تضيق الابواب، مرضى السكري معالجين بالميتوفورمين. اذا كان سؤال درج منكم يا السنه الماضيه يجب ايقاف الميتوفورمين، لانه في دراسه انه الماده الضليله اليوديه مع الميتوفورمين تفاقم والقصور الكلوي أو تعمل قصور كلوي
ونقص في التصفية الكلوية. الحمل ذكرون الحمل يعتبر مضاد استطباب، ولكن المراجع تقول أنه ممكن نعطي صورة ظليلة بعد الشهر الخامس. عموما بالنسبة للحمل يستطع بإجراءات أخرى ما فيها أشعة سينية، ودرسنا بأشعة واحدة السفرت، وحكينا شد من السفرت ممكن تعطينا صورة طبق البطن أو طبق الفواصل أو طبق الصدر أو الأشعة البسيطة. إذن في الحمل يفضل تأجيل أو استخدام استقصاءات أخرى ما فيها أشعة مثل الطبقي مثل الإيكو أو الرنين. طبعا قصور كلوي مضاد استطباب، ولكن شو معنى قصور كلوي؟ بشكل عام نحن نحقن مادة ضليلة إذا كانت أرقام الكرياتينين أقل من 2. إذا كانت أرقام الكرياتين فوق 2 ما بنحقن إلا بحالات نادرة، يعني أحيانا مثل سوبر مات 2.3 أنا حقنت، ولكن بعدها أعطينا مادة قيمتها جيدة، أعطينا سترات الصوديوم بعد إجراء الصورة عملنا قيمتها جيدة. مركب الماليوما مضاد استطباب، قصة رغوة وحساسية مفرطة مضاد استطباب نسبي. صراحة المواد الضليلة الحديثة غير المؤينة، نسبة التحسس نادرة جدا جدا، وذلك ممكن تحضير مريض الربو أو عنده فرط حساسية بإعطائه ميثيل برينيزيلون لمدة 3 أيام أو قبل 12 ساعة من الصورة. التجفاف يعتبر مضاد استطباب نسبي، ومرضى فقر الدم المنجلي. المحاسن الطبقي يزيل الكثافات المتداخلة، مساوي أنه غالي الثمن، يعطينا دقة ممتازة، مساويه في أشعة سينية، يعني صوت الطبقي تعرفون يعطي أشعة أكثر من صوت الأشعة البسيطة، ممتاز لكشف عن النزيف داخل القحف، ممتاز في دراسة الرقبة والصدر والبطن، ممتاز في تقييم الكسور. ولكن المساوئ هي بسبب كثافة العظام والمعادن ممكن يعطينا تشويش، وذلك تشوفون في دراسة الحفرة الخلفية تشوفون مثل خطوط العظم الصخري كثير في كثافة، وذلك يعطينا مثل ارتفكت، وذلك وجود الأجسام المعدنية كمان مثلا حشوات في الأسنان فيعطينا تشويش ارتفكت. بشكل عام كل أجهزة الأشعة تبقى مهما بالغنا بالصور تبقى دون الجرعة المشوهة اللي نشوفها ممكن بالحامل 200 ملي سفج. نصور المصور الطبقي فواصل قطنية تعتبر جرعة عالية، شد البداية تأخذ 20 ملي سفج وإحنا معانا 200، فيعتبر جرعة الأشعة المستخدمة في التشخيص الشعاعي الأغراض الطبية هي دون المستوى المشوه، بينما في العلاج الشعاعي تكون الجرعة عالية جدا على من الأشياء. تصويب الرنين المغناطيسي يعتمد على حقن مغناطيسي بجودة عالية، 30 إلى 40 ما صفت حكر على أسعار الرنين هسه بالأجهزة. فجيناكم صور قبل شوي، طبق المحاية أعطانا مقاطع أكزيل، شايفين طبق المحاية أعطانا أكزيل وكورونار وسجتن. اللي استخدم البكسل هي وحدة دقة الصورة، تذكرون لما نكبر صورة بالموبايل أو كذا بالكاميرا تذكرون البكسل، فيصير عندنا مربعات. الدقة المستعملة في الأجهزة
الطبيعي تكون بكس العالي جدا، وذلك مهما كبرت ما راح يصير عندك تشويش. وهي المربعات تشوفها افضل الاجهزه، افضل الاجهزه درسنا انسجه الرفوه. اذا اي نسيج في يومه يدرسه وغير متحرك يدرسه الرنين بشكل جيد. وحدة القوة المغناطيس بالتسلا، تسلا من 3 × 10³ إلى 3، لحد الآن إلى 3، نزلت أجهزة 3 و1.5، أما حاليا ممكن نستقبل يصير لنا 5 تسلا. يستخدم الحقل المغناطيسي لإعادة ترتيب ذرات الهيدروجين، إعادة ترتيب ذرات الهيدروجين. فواحدة صراحة أن آلية عمل الرنين معقدة أكثر من هيك، أكيد درستوها بالفيزياء الطبية بالسنة الأولى والثانية. ما فينا نفسرها ب3 صور هذولا، ولكن تعتمد على مغناطة أو تعريض الشواذ الهيدروجين لحقل المغناطيسي ودراسة تغيراتها بطور الارتفاع أو تعرضها لحقل المغناطيسي وعلى ترتيبها. كيفية تصوير نفس الطبقين، جهاز الرنين تقريبا شبيه بجهاز الطبقي خاصة المغلق، بينما المفتوح يختلف. مشكلته يستغرق وقت أكثر من الرنين، وبده ما يكون ما يقوم بأي حركة، أي حركة نعمل تشويش، وكثير أحيانا نضطر لها تخدير المريض. يتطلب وجود أي جسم أجنبي أو جسم معدني قابل للتمغمض، وذلك أي شظايا معدنية تعتبر قذائف عند تعريضها لحقل المغناطيسي. وذلك الأجهزة المستخدمة للأغراض العلاجية حاليا مثل الصمامات أو الكويلات تستخدم أغراض غير قابلة للتمغمض مثل النمو السابق. الميزات أنه ما بيتعرض لمبدأ أشعة، مشكلته بيطول وقت التخدير، مشكلة كمان غالي الثمن مقارنة مع الطبقي، وكمان إنه صوت ضجيج عالي مثل أصوات مزعجة. نحن نحط له استعدادات بإذن الله مع الزوج، ويدرس خاصة الأنسجة الرخوة والأربطة. شايفين على الصورة هنا الرنين المغناطيسي الرقبة، هذا المنشار عليه بالسهم الأبيض المصاري الباطن بالصارب الأمامي. يدرس الحد الشوكي بشكل جيد والبنى العصبية والأعصاب خاصة في العمود الرقبي أو العمود القطني. شايفين في هنا عظم الرضفة باتيلا السهم الأسفل من فوق، وتر الداغصة مربعة الرؤوس تحت وتر الداغصة الحلوة الضمبوبية وفوق الفخذ تحت الضمبوب. أي صورة المفصل الرقبة ممكن استخدم لدراسة الدماغ أو النخاع الشوكي أو الأوعية أو القلب أو البطن لتقييم الكبد الكلى الطحال القولون إجابات المفاصل أو الإجراءات التداخلية الموجهة بالتصوير أو مرنان العنق أو مرنان الصدر أو منصف. أو في دراسة الأوعية في شيء اسمه MRI مريض قصور كلوي نام في حقنه، ممكن نستخدم تقنية MRI دراسة الأوعية بالرنين، أو ممكن نستخدم دراسة الإمارة السبي دراسة الكرة الصفراوية باستخدام
قراني الاسم MRCB مثل الـ ERCB MRCB إجراءات الأمان بالغنين المغناطيسي. يجب عدم إحضار أي مواد معدنية أو في التصوير ما تعرفون. احتمال التضرر والوفاة في حال وجود أجسام معدنية داخل الجسم مثلا تصوير تحول إلى قذائف مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب بيس ميكر المشابك الجراحية وغيرها من الأجسام. يخاف بعض المرضى من المجال الضيق في نفق التصوير رهاب الأماكن الضيقة. لم تظهر أي ردود فعل عند السيدات الحوامل والأطفال. في معظمها آمن ليس هناك تعرض للإشعاع. إذن آمن عند الحوامل لأنه ما يستخدم إشعاع. محاسن الـ MRI لا يوجد تعرض للإشعاع دقة ممتازة. لا يحدث تداخل في الأنسجة. جيد جدا في الكشف عن السوائل. كما حكينا أي شيء غني بالهيدروجين بالماء غني جدا. ممتاز لدراسة الدماغ والنخاع الشوكي والمفاصل. ممكن أن اختبارات تصوير متعددة أو سلاسل متعددة سجد الأجزية زمن أول زمن ثاني زمن الدير مساوئ ممكن جدا. لا يمكن زاوية عند المرضى لأنهم مواد مغناطيسية أو شظايا أو بيسميكر. وأيضا بطيء مثل مريض الدماغ حركة السير استغرب الطبقي دقيقة واحدة بينما بتصوير رني بالدروب بس عقش. في نقطة المواد اللي ما فيها هيدروجين أو اللي فيها حركة بتعطي ما يسمى الفراغ الإشاري على جميع الأزمنة مثل الأوعية. الأوعية يكون فيها شيء متحرك وذلك تظهر لنا بشكل فراغ إشاري على جميع الأزمنة. وذلك العظام فراغ إشاري لأنه فيه لا يوجد فيه هيدروجين أيضا وتعطينا كمان لون أسود على كل أزمنة. ولكن ممكن استفادة بهذه الخاصية بالأوعية بدراسة الـ MRI ومعالجة الصورة فتظهر بلون أبيض فيعطينا دراسة فقط الأوعية. بالنسبة للدماغ التصوير الشعاعي الجهاز بلش بالدماغ. الدماغ ندرس بشكل عام النهج العام أو النسيج أو البرانشين الدماغ والتناظر بنية البرانشين. هنا هناك التناظر بنية متجانس غير متجانس. ندرس الأغشية أغشية السحايا. ندرس بين الكرة المخية وجذع الدماغ والمخير. وندرس مساحات المادة البيضاء والشقوق والنتوءات والترابط. التشريح السطحي نعلم جميعا أن التشريح السطحي نسبة الكرة المخية والفصوص وهي جبهي جداري وقفوي وصدري. تفصل بينها ثلاث شقوق المركزي والجداري الجبهي في الشق المركزي وفي الشق الجداري الجبهي وفي في الشق القفوي. طبعا الجداري الجبهي أو اللترال الجانبي بين الفص الصدري والفص الجبهي بينما المركزي بين الفص الجبهي والجداري. وفي عندنا الفص القفوي الجداري بالخلف. إذا عندنا ثلاث فصوص. الفص المركزي إذا الفص المركزي بين الفص الجبهي والجداري والفص والشق الجداري. إذا الشق المركزي بين الفص الجداري والجبهي وشخص النفوس أو الشق الجانبي بين الفص الصدري والفص الجبهي والفص القفوي والجداري بين الفص القفوي والجداري في الخلف. شايفين هي الفصوص ملونة بالتلوين. اللون الأصفر هو الفص الجبهي. اللون الأخضر هو الفص
الجداري، واللون البرتقالي هو الفص القفوي، بينما اللون السماوي هو تيمبرال نوب أو الفص الصدغي. شايفين الجهاز البطيني في عندنا البطين الثالث والبطين الرابع والبطينات الجانبية، وعندنا المسافة أليس بين البطين الثالث والرابع، وعندنا ثقبة مورلو، الآن ملاحظات هامة قبل دراسة معايير الدماغ. يجب بداية التأكد من استمرارية طريقة الصورة. دائما أول ما يتم دراسة المريض ندرس معلومات الهوية الشخصية. تأكد من اسم المريض دائما، اسم المريض أهم شيء. إذا اسم المريض غلط ما استفدنا شيء من أي صورة. تاريخ الصورة وتوجيه الصورة. بعد ما ندرس معلومات الهوية الشخصية وتوجيه المريضة، بعدين ننتقل لدراسة الصورة. نحدد الجهات والعلامات المرضية. ندرس الحفرة المتوسطة والفص الصدغي. نبدأ بالأسفل بالحجاجين والعصب المصري والجيوب والآلات البطينات والنويات وأخيرا بقبة الدماغ. لدراسة بأي صورة كلاسيكية للدماغ في عدة ست مقاطع. المقطع الأول هو المقطع إكس، مقطع النجمة أو مقطع ستار، مقطع الابتسامة، مقطع الوجه الحزين، مقطع بيولتين، مقطع حبة القهوة. المقطع إكس في الأسفل نشوف مثل شكل حرف إكس، نشوف العظم الصخري في الخلف والعظم الوجدي في الأمام والحجاجين، ومنتصف نشوف السبج التركي. يعطينا منظر إكس. يفصل هذا المقطع ثلاث مقاطع، من الأمام الحفرة الأمامية أو فص الجبين، وبالمتوسط الحفرة المتوسطة أو الفص الصدغي، بالخلف المخيف، حفرة خلفية، فص قفوي مخيف. المقطع الثاني هو مقطع النجمة، وهو بمستوى حلقة ويلس. النجمة هي البنية السوداء وهي الصهريج فوق السرج، يعني أعلى منطقة السرج. إحنا منطقة فوق ذاك، إحنا المقطع اللي قبله كنا عن منطقة السرج التركي، وصل أعلى منطقة السرج التركي. شايفين؟ هذا مقطع النجمة. وبالخلف نشوف البطين الرابع. في نقطة بالمقطع اللي قبله هي خلف، إذا تسمعون بالمقاطع، الزاوية الجسرية المخيخية. إيه هي الزاوية الجسرية المخيخية؟ هي اللي خلف العظم الصخري بالأمام، يعني أمام المخيخ، اسمها الزاوية الجسرية المخيخية. المقطع الثالث هو مقطع الابتسامة، تمثل الابتسامة هي الصهريج مربع التوائم. والأنف البطين الثالث أمام العيون. إذن هو منظر الابتسامة. البطينات الجانبية منظر العيون، البطين الثالث بالنص هذا، وصهريج مربعات الدوائر هو منظر الفم والابتسامة. وذلك حكينا لنرى منظر الابتسامة
من علامات الودمة الدماغية. شبه المخطط الترسيبي بتشوفين اللون الأخضر الثلمس أو المهاد، بنشوف النواة العدسية باللون البرتقالي، وباللون الأزرق أو السماوي رأس النواة المذنبة. رأس النواة المذنبة شايفين الخط الرمادي بين النواة العدسية التي تقسم إلى كرة شاحبة وجسم مخطط اسمها المحفظة الداخلية ليك. يعني بين رأس النواة المذنبة والنواة العدسية بالأمام هذا يسمى الذراع الأمامي للمحفظة الداخلية، وبين النواة العدسية والمهاد في الخلف يسمى الذراع الخلفي للنواة العدسية. المقطع الوجه الحزين تمثل القرون الأمامية والخلفية للبطينات. إذا القرون الأمامية والخلفية للبطينات الجانبية العينان والفم، ويمثل المهاد الوجنتين. شايفين المهاد، القرون الخلفية تمثل الفم، والقرون الجبهية البطينة الجانبية تمثل العينين من ضرب. كمان في نشوف في نفس الشيء المهاد والنويات الطاعدية والمحفظة الداخلية. ونشوفون أيضا شيء اسمه فص الجزيرة، لاحظته هون بالمنتصف هنا، هذا فص الجزيرة. شفتوا هذا اسمه فص الجزيرة، على مستوى الشق الجانبي. هنا الخط الترسيمي الحاجز الشفاف، رأس النواة المذنبة، الضفائر الوشمية، القرون الأمامية والخلفية، النواة العدسية، رأس النواة المذنبة. ونشوف الحاجز و فص الجزيرة. المقطع الخامس هو مقطع الدودتين، تمثل كل دودة البطين الجانبي منظر جلسيم. البطينات مثل منظر الدودتين، ونلاحظ داخلهم كثافة بيضاء هي الضفائر المشيمية. بالتشريح كل هذه النقاط بتشريح الدماغ سيكون هو إن شاء الله إحدى الجلسات العملية. بالنسبة للدماغ التشريح الشرعي بكرة بقول لك وين البطين الثالث، لازم تعرف وين البطين الثالث، وين البطين الرابع، لازم تعرف وين البطين الرابع، وين المحفظة الداخلية، لازم تعرف وين المحفظة الداخلية بالعمل إن شاء الله. وهلا من هلا درسوها، وين البطين الجانبي، وين فص الجزيرة، وين الصهريج فوق السرج، وين الصهريج مربعة التوام. المقطع السادس والأخير هو مقطع حبة القهوة. قبة الدماغ تكون دماغ فلقة حبة البن صراحة، جوب المادة البيضاء والرمادية، وجوب قسم من المشول. شايفين هذه المقاطع المدروسة. هنا في عندنا مقاطع في قاعدة القحف، تظهر معنا التصالب البصري والجيوب والحجاجين، ومقطع في السباتي. شايفين هذا اسمه الدماغ المتوسط، هذا مثل القبضة. ويظهر أمامه الشريان المخي الخلفي أو على جانبه، نشوف التصالب البصري، شوف الحجاجين في الأمام،
الفص الصدغي للأمام هو حسين البحر، كنت شايفين اتصال البصري وغدة الفمية، العصب البصري واضح، هذا المنظر بالنص مثل قبل الطريق اسمه الدماغ المتوسط أو الجسر، شوف البطين الثالث ومشوي المخ والقرون الصدغية، في قرون صدغية أحيانا الطبقة ما تبين معنا وهذا المقاطع ما تبين، إذن القرون الصدغية البطينات الجانبية في عندنا مسبع ونس، الشريان الفقاري الأيمن والأيسر التحدين يعطينا الشريان بازيليار، الشريان القاعدي، الشريان القاعدي يعطي فروع جسرية، بعدين يعطينا الشريان المخي الخلفي، الشريان المخي الخلفي يتصل مع الشريان المخي الأمامي بالشريان الوصالي الأيمن والأيسر، وبعدنا الشريان المخي الأمامي في الأعلى اسمها مسبع ويلز. بعدنا الشريان المخي المتوسط، نعم الشريان المخي المتوسط أمامي وخلفي والشريان الوصالي بينهما الأمامي والخلفي الشريان الوصالي مسبع ويلز. شايفين هون يوضع منظار الشرايين الأمامية، منظار الشريان الأمامي الانتيريور، برانين الخلفي جنب الجسر أو جنب الدماغ المتوسط الخلفي، هنا منظر مثل الجيب السهمي أو السجتن العلوي اللي أحيانا يكون في فضار. نذكر دائما الإمارات أفضل من السيتي تتبع العناصر العينية، إذا الإمارات أفضل من العينية تتبع العناصر الوعية، بعدين نتحدث عن التكلسات. التكلسات اللي تشعر بشكل فيزيولوجي بصور الطبق المحوري، أول واحد الغدة الصنوبرية، ثاني واحد الأنوار القاعدية، ثالث واحد الأظفار البشرية، رابع الجافية. الغدة الصنوبرية في حالة عمرك 12 سنة تشاهدها وقياس أصغر من 10 مليمتر، الأنوار القاعدية منتصف العمر تزداد في نقص الأكسجين واضطراب كارثي شبه المصل، اضطراب الغدة جرات الترق، تعمل اضطراب تكلسات من ضمن التكلسات النوع القاعدية. الضفائر المشيمية كمان نشوف فيها تكلس، ما العلاقة بالعمر نشوفها حتى عند الأطفال، والتكلسات الصحية أو المجافية. أيوة التكلسات في النوع القاعدية المذكورة شايفينها في النوع القاعدية، هاي الغدة الصنوبرية وهي في الأم الجافية وهي في الغدة الصنوبرية كمان شايفين، وفي الجسم الصنوبري، في الجسم الصنوبري هنا تكلس، هذا هو الجسم الصنوبري، تكلسات بالضفائر المشيمية. يعني ضروري نعرف احنا مشكلة، ما عندي مؤشر فلازم اعطيهم بشكل عملي كيف نأشر عن متى عندنا البطين الجانبي، في عندنا رأس النواة المذنبة، في عندنا البطين الثالث، في عندنا المهاد، في عندنا النواة العدسية، في عندنا الجسم الصنوبري، في عندنا الضفائر المشيمية، في عندنا فص القرون، في عندنا فص الجزيرة،
وفي عندنا الذراع الأمام والخلفي للمحفظة الداخلية. تحيات الجميع، حدا عنده أي سؤال يا شباب؟ شباب تسمعوني؟ لا أعطيك العافية دكتور. إيه؟ الله، حدا عنده أي سؤال أو استفسار؟ الشاب، في شاب اسمه علاء، الدرس الماضي أعطانا وظيفة بشكل مختصر آلية عمل مضخة صوديوم بوتاسيوم في غشاء الخلية. موجود معنا ولا غايب؟ ألو، كأنه مو موجود حكيم، بس آلية عملها أنه بتدخل شريط البوتاسيوم، بتخرج شريطين صوديوم، هي بتحافظ على استقطاب غشاء الخلية. بس هيك؟ إيه حكيم، أنا ماني محضر يعني، بس هيك بعرف عنها يعني. بتدخل بوتاسيوم، بتخرج صوديوم. نعم. تحفظ التوازن الشاربي داخل وخارج الخلية. ايه تمام. يلا نصير الدرس الجاي. في صبية كمان أعطيناها وظيفة، موجودة معنا؟ يا دكتور موجودة. ايه تفضل يا أنسة. شو كان كنا نحكي مرة ماضية؟ عن الضفائر المشيمية، الشر الزبية، الضفائر المشيمية. هي الضفائر المشيمية مظبوط، شو وظيفتها وأنت تضطرب؟ حضرتي؟ لمحة بسيطة عليا. هي معلش بسيطة، تفضلي. الضفائر هي عبارة عن ضفائر من خلايا بتنتج سائل الدماغ الشوكة، بطينات الدماغ، بتكون حاجز الدماغ الدموي، وإلى وظيفة كمان بتبادل الجزيئات الحيوية داخل وخارج الدماغ، ومصدر رئيسي لإنتاج الترانسفيرين، بيلعب دور في استقلاب الحديد بالدماغ. في عنا 4 ضفائر مشيمية بعدد البطينات الموجودة توجد الضفائر المشيمية بالبطين الجانبي باستثناء المسال الدماغي والقرن الأمامي والقذالة. توجد البطين الجانبي بالقرن السفلي فقط. نعم. تقريبا. نعم. دورة تمام، خلصتي؟ إيه تقريبا، إيه خلصت. هي تفرز السائل الدماغي الشوكي صح؟ اي نعم. كيف يتم تصريف السائل الدماغي الشوكي؟ تصريفه؟ ايه يعني هو عن طريق اللمف، عن طريق الأوردة، ولا هو في دورة مغلقة؟ طريق اللمف. عن طريق اللمف. طيب إيه. إذا صار في عندنا نزيف يصير عندنا استسقاء صح؟ شو السبب أحيانا؟ أو التهاب؟ شو الآلية؟ تكون في مشكلة في القناة الصدرية هكية؟ لا، سبب النزيف هو تخرب نفس الضفائر المشيمية نفسها. ما عندي فكرة. الضفائر يعني مثل الدياليز البريطاني، دياليز البريطاني تصور إنه قدرة يعمل آلية عمل الكلية بإفراز وامتصاص
الشوارد مثل التحال الدموي، مثل جهاز غسيل الكلية. نفس الشيء الضفائر المشيمية، أفراز وامتصاص يساعد الدماغ الشوكي، ولكن لما تتأذى بنزف أو التهاب يصير خلل في العلاجية ويساعدنا استسقاء دماغي. والحاجز نعطيك الحاجز ولا الضفائر؟ نعم حكيم، أعطيناك الحاجز الدماغ الشوكي ولا الضفائر المشيمية؟ لا الضفائر المشيمية. الله يعطيك العافية، أنا أعطيكم العافية جميعا شباب. يعني محاضرة بسيطة، أخذنا مقاطع الدماغ الخمس، تحفظوا مثل اسمكم المقاطع الخمس، أنا إذا حفظتوه نعرف جزء من التشريح. بالسنة السادسة أو بالأشياء راح يكون عندكم أسئلة عن التشريح أو بالعملي، بكرة أعطيكم جلسات تشريح. تشريح الدماغ راح يكون معنا جلسة تشريح الشعاعي طبعا، يعني لازم أنت كطالب طب لازم تعرف مثلا وين هو البطين الجانبي، وين هو البطين الرابع، وين هو البطين الثالث، وين القرون الأمامية، وين الخلفية، وين المادة البيضاء، وين الجسم الصنوبري، وين الصهريج فوق السرج، وين السرج التركي، إن شاء الله ما في شيء صعب، وين فص الجزيرة، وين النواة المذنبة، وين نويات النواة العدسية، المهاد وين، يعني ندرس بعض التفاصيل، وإن شاء الله تعالى الأشعة اللي تعتبر رعب هتكون معنا سلسة وسهلة بإذن الله. بس بدنا لكم شوية دراسة عشان نتعلم نحن وياكم الأشعة العصبية. الله يعطيكم العافية، وإذا حد عنده سؤال يتفضل. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم.